بجيب خبراء التغذيه انا والديتوكس. اصلا ماليش في المواضيع بتاعت ما بحبش ادخل نفسي في متاهه الطبيه يعني. بس هو ده ديتوكس اللي هو يعني بينظف الجسم من السموم. نعم. زي ما حضرتك قلت، بس كمان بقى لو بدل السكر الناس اللي يعني عايزين يعملوا ديتوكس 100% او برضو يكون دايت شويه يحطوا ممكن عسل بدل السكر. العسل احسن. عسل ابيض. يعني احنا بنقول عشان يبقى متوفر كده. الحاجه عند كل الناس يعملوها دلوقتي تبقى سهله. انا حطيت الكيوي اهو، بقطعه اي تقطيع مع الليمون واللبن، ونحط عليه السكر والنعناع، وزي ما قال الدعاء ده ديتوكس. ديتوكس. انا بالنسبه لي رمضان بالمشروبات يعني كركديه. بتعرفي تعملي مشروبات؟ لا ما بعرفش اعمل حاجه خالص. بس ولا الحاجات الطبيعيه دي؟ لا ولا اي حاجه يعني. بس الكركديه هو حياتي في رمضان. بس كركديه. كركديه بعشقه يوميا. بس يقال ان الكركديه ده بيخفض الضغط وكده، مع ان احنا العيله عندنا ضغطنا واطي يعني منخفض اصلا. نعم. قليل، لكن برضو كلنا بنحب الكركديه، بس بنزود فيه السكر. انا باكل بشرب الكركديه بس مش كتير يعني، مش على طول يعني، ممكن في الاسبوع مره حاجه كده يعني. هو بيهدي. بس انا بحب التمر الهندي قوي. عشان جميل التمر الهندي كمان. طيب اهو هنسيب ده بقى كده ينطلق مع بعضه، الليمون مع الكيوي مع السكر واللبن واوراق النعناع اهو، وبعد كده نروح عشان نعمل مع بعض شوربه، لان هتاخد وقت معانا في التسويه، فهنعمل شوربه طماطم بالكريمه. يا دعاء ما لكيش في الموضوع خالص. لا خالص. طب انا هسالك سؤال، انت انا عارف ان انت عندك سيف وحمزه. ايوه. ما بيطلبوش منك تخش المطبخ؟ لا ده هم بيقولوا لي يا ماما لو سمحتي ابعدي عن المطبخ، بيقولوا لي ما تدخليش المطبخ تاني. على حكايه الشوربه افتكرت انه مره كان سيف عيان يعني من كام سنه، سيف ابني كبير طبعا. ربنا يخليه لك يا رب. عنده 24 سنه، فهو كان عنده زي برد كده، فلقيت كيس من الشوربه الجاهزه دي في المطبخ، فقلت اعمل له شوربه، فرحت عاملاها له كده، قريت المقادير وعصرته عليها ليمون، فجيت اديها له، قال ايه ده؟ مين اللي عامل الشوربه دي؟ قلت له انا. ومبسوطه بقى؟ انا. خفت. لا خفت من طريقته. فقال لي لو سمحت يا ماما انا مش قلت لك 100 مره ما تدخليش المطبخ؟ قلت له انت بس سبت علشان عيان؟ قال لي لا سيبيني عيان، سيبيني. لا لا. لا انا مش متخيل يعني، انا بحسبه هيشكر يعني، يقول لك ده مثلا شوربه جميله، شوربه لذيذه بتاع. لا مره برضو مع سيف اصحابه كانوا معزومين عندنا، فكنا بنعمل قلنا مكرونه بشاميل من ضمن الاكل، فقلت ايه اشرف انا على المكرونه البشاميل. ودي كانت غلطه. زبده يا احمد من فضلك. فجيت اشرف على المكرونه البشاميل. نعم. فقعدت بقى حطيت لبن حليب بالقشطه بتاعته عشان بقى تبقى حلوه الكريمه بقى، قلت اعمل البشاميل يعني اساعد. الظاهر ان انا حطيت دقيق بتاع حلويات مسكر. يعني حاجه عليها سكر. انا ما كنتش بقى واخده بالي، فجم يا حبايبي اصحابه ياكلوا اتصدموا. فاكتشفت بعد كده كل حياتك نوادر في المطبخ جميله. انا حصل لي موقف مره بس هبقى احكولك، بس مش دلوقتي.